قال نزلت مرة حيا. الحي هو مجمع من البيوت يسكنه طائفة من الناس مثلا. قال وإلى جانب ذلك الحي مقبرة، والمقبرة هي التي تجمع ثلاثة قبور فأكثر. فلما كان بعد العصر انشق فيها قبر، وهذه القصة جاءت بإسناد صحيح، جاءت بإسناد صحيح. قال فخرج رجل رأسه رأس حمار، نعوذ بالله، رأسه رأس الحمار. خرج رجل من القبر وجسده جسد إنسان، فنهق ثلاث نهقات، والنهيق هو صوت الحمار، النهيق هو صوت الحمار. ثم انطبق عليه القبر، والحمار إذا نهق فإنه رأى شيطانا، والديك إذا صاح فإنه رأى ملكا. قال فنهق ثلاث نهقات أو نهقات، ثم انطبق عليه القبر، فإذا عجوز تغزل شعرا أو صوفا. فقالت امرأة ترى تلك العجوز؟ قلت ما لها؟ قالت تلك أم هذا الذي يخرج من القبر والعياذ بالله، ينشق عنه القبر فيعود وهكذا يعذب. قلت وما كان من قصته، وما كان قصته؟ قالت كان يشرب الخمر، فإذا راح يعني رجع إلى بيته، إذا رجع إلى بيته تقول له أمه يا بني اتق الله إلى متى تشرب هذه الخمر؟ فيقول لها إنما أنت تنهقين كما ينهق الحمار، أعوذ بالله. هذا جزاء أمه، نسأل الله العافية. قالت فمات بعد العصر. قالت فهو ينشق عنه القبر بعد العصر كل يوم، فينهق ثلاث نهقات أو نهقات ثم ينطبق عليه القبر. وهذا آية من آيات الله يريها الله عز وجل لعباده، ولذلك الله عز وجل قد يري عباده بعض آيات. ومنها ما جاء في الحديث أن رجلا كان يكتب الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم ثم ارتد والعياذ بالله وهرب ومات، فكلما دفن في أرض لفظته الأرض، أخرجته الأرض، ما تقبله، نسأل الله العافية والسلام. فالله عز وجل يري عباده بعض الآيات. وقد ذكر الحافظ العلامة ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه أهوال القبور وأحوال أهل البعث والنشور قصص من هذا القبيل عجيبة جدا، وإن كان بعضها محل تأمل من جهة الإسناد، لكن عموما هي قصص فيها عبر وفيها مواعظ. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من البارين، وأن يعيذنا وإياكم من العقوق.